بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما بعد، وإن شاء الله تعالى في الليلة المباركة اللي يسر الله تبارك وتعالى بنا نقرأ ونتدبر واحد المنزلة من منازل الإيمان، واحد المنزلة تربوية إذا يعني فهمناها وفتح الله تعالى علينا بفهمها وتدبرها تكون بداية انطلاقة وبداية خير وطالعة يمن وبركة في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. وهي منزلة مهمة جدا، وتحدث عليها العلماء، علماء السلوك وغيرهم، بأنها من أهم المنازل التي ترافق السائر إلى الله تبارك وتعالى، وهي منزلة الإرادة. منزلة الإرادة، وغادي نقرأ كلام ابن القيم رحمة الله عليه ونحاول نبسطه ونفسره إن شاء الله. قال يعني فصل في تعريف الإرادة، قال صاحب المنازل هو الهروي رحمه الله: باب الإرادة. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم. هنا ابن القيم كيتكلم على صاحب المنازل هو الهروي، أبو إسماعيل الهروي، هو اللي عنده منازل الإيمان، وابن القيم شرحها في مدارج السالفة. ومع أن يعني الهروي كانت عنده أخطاء وشطحات، ولكن يعني ابن القيم رحمه الله من إنصافه، وهكذا ينبغي أن يكون منهج العلماء الربانيون، أنهم يكونوا منصفين، ماشي يسقطون العالم بالزلة والزلتين والخطأ والخطأين، لا، يعني الخطأ يبين ويوضح ويجاب عنه وبأدب وبعلم وحلم. هذه الأدبيات اللي كانت عند العلماء قديما غابت في زمننا، فأصبح الواحد يعني يتربص الدوائر وكيتسنى شي واحد يسقط أو يسبق اللسان أو يسبق القلم، فالكل يتهافت على فضحه وهتكه، بل وهتك عرضه. وهذا يعني منهج أصحاب القلوب المريضة التي يعني استقر فيها وتمكن من الحقد والحسد وما إلى ذلك. أما العلماء قديم كانوا يرحموا أخوتهم العلماء ويردون عليهم وينصحونهم، وكان التناصح، وكان يعني الأدب ومعرفة القدر والإنصاف، هذه محق فيها محق، ناخذهم عنده، هذه أخطأ فيها أخطأ. وكانوا العلماء كيتعاملوا مع المذاهب، واش دابا حنا مثلا مسألة فقهية أصاب فيها الإمام مالك ولم يصل فيها مثلا الشافعي أو الإمام أحمد أو أبو حنيفة أو الثوري أو الليث بن سعد أو غيره من العلماء، واش اللي ما صابش الصواب صافي ينزلوا عليه كأنه يعني لا، كتقبل من العالم الذي أصاب لأنه هو الأقرب إلى الدليل، والمرجحات يعني كتمشي في الاتجاه ديال القول ديالو. هذا هو الأصل خاص يعني طالبة العلم والعلماء يتعاملوا به. فهنا شوف ابن القيم اللي مربي على هذا المنهج التربوي كيفاش كيتكلم على العلماء، وخصوصا هذا اللي هو يعني عنده توجه
يعني واضح في التصوف وفي بعض الأخطاء اللي هي كبيرة كاع في التصوف. ومع ذلك شوف كيف تكلم ابن القيم رحمه الله، قال في تصديره الباب، لأنه كيتكلم على باب الإرادة، غير صدر هذا الباب بآية. شوف كيفاش غطي عليه الآية، قل كل يعمل على شاكلته. شوف كيفاش هز الآية وحطها في باب الإرادة. إرادة، من هنا جات ديك المريد. أش قال ابن القيم في تصديره الباب؟ بهذه الآية دلالة على عظم قدره. شوف من هذه بانت ابن القيم عظم قدر الهروي رحمة الله عليه وجلالة محله من هذا العلم. وهذه واحد الإشارة أخرى لإخواننا اللي كاين بعض الناس اللي كيعتبروا هذا ماشي علم، تقول هذا باب الرقائق والوعظ، يعني علم السلوك اللي كينبث من تدبر القرآن الكريم وتدبر وتأمل السنة النبوية بتصور صحيح وبمنهج تربوي نبوي تحت وكيصنفها في الخانة ديال الوعظ والرقائق. هذا علم خصو تدرس وتعطى حقه من التدريس في المتون وفي المنظومات وفي المحفوظات. ماشي مثلا كتلقى طالب كيحفظ هذا المتن وهذا المتن وهذا المتن وهذا العلم هذا، لا هذا الرقائق. مره مره نجيو لهم شي واحد يوعظهم ويرقق لهم قلوبهم، مع ان هذا هو العلم، راه علم التوحيد هذا، هذا هو علم الشيء، هذا هو علم الغايه، هذا هو علم السير الى الله سبحانه وتعالى اللي خصنا كلنا نتعلموا. ولهذا يعني فاش غاب هذا العلم وغيب من المنظومه بشكل او باخر اصبنا بما اصبنا به. وفعلا طغات العلوم الاخرى اللي هي ايضا مطلوبه وخاصها تكون، ولكن على حساب هذا العلم الشريف اللي هو علم السلوك. علم هذا خصو تويت تدرس وتقرا والناس تذكر فيه وتعيش الاحوال ديالو جاد نفسها من اجله. ولهذا سمعت قال ابن القيم وجلالة محله من هذا العلم. ابن القيم تقول لك هذا علم ماشي جلالة محله من الوعظ والإرشاد والرقائق، من هذا العلم. ويقول فإن معنى الآية كل يعمل على كل ما يشاكله ويناسبه ويليق به. فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذلك الكافر والمنافق ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سواه، ومحب الصور عامل على ما يناسبه ويليق به. فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. فالمريد اللي بغيت تمثل المنزلة ديال الإرادة، فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له، فهو يعمل على شاكلة إرادته وما هو الأليق به والأنسب لها. السلام عليكم. قال الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته، وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعا أو كرها. هذا الكلام هذا نحاول نبسطو ندرجو، حنا غادي يعني المنطلق ديالنا هو كلام ابن القيم رحمة الله عليه، نستعمل الله سبحانه وتعالى ونوضحوه باش نفهموه ونتبناه ونعيشوه، ما يبقاش على كلام يعني. فهو ابن القيم رحمه الله عجباته من اسم أبو إسماعيل الهروي هذه المقدمة في باب إرادة، بداها قل كل يعمل على شاكلته. كل واحد تيدير داكشي اللي مسلكم واللي بغى واللي لقى فيه راسو واللي كيناسب قلبه وشخصيته وروحه، كل واحد تيدير داكشي
اللي قلبو عامر الدنيا كيجري عليها ليل ونهار وهي اللي مرصطه حيت باغيها. اللي باغي واحد العلم مثلا دنيوي او تخصص راه كتلقاه كيتجارى وكيصر الليالي وكيدير الفوتوكوبيات ويسافر والتليفونات ويهادي ويدخل ويسول وهادي ومركز، حين تبغى يشد واحد الدبلوم معين، بغى مثلا اجازه ولا ماستر ولا دكتوراه خدام عليها صافي، بغاها خدام عليها. واحد بغى يكون رياضي، بغى مثلا عنده هذا بغى يحقق مثلا واحد ميداليه ذهبيه ولا بغى يشارك في شي اولمبياد ولا كذا، راه ما كيبقاش يتمنى وتيحلم، راه كيدير واحد النظام غذائي معين وتعرف اش ياكلش ما ياكلش ماشي فيه، وواحد التدريب وكيشوف مدربين متخصصين تيقولوا لي انت شحال خاصك تعس النهار وهاد التدريب اليوميه ديالك وباش تحاول مثلا لو بغيتي تحطم واحد الرقم شنو خصك دير وهكذا ها وزنك ها كذا، وخدام لانه باغي هذاك الشيء، خدام عليه مركز عليه دايرو بين عينيه. وحنا كنقولوا بغينا الله وصافي، انت شوف راسك واش صادق ولا كذاب، انت تريد الله والدار الاخره وكتلقى راسك عداوي ما كدير حتى شي حاجه من هذاك الشيء. يا ريت تكون كل عام تكون عداء كاع ودير تكون عداء، ولا انت كتقول بغيت الله وما كدير والو. بعض المرات كتلقى الانسان حياته ضائعه ما عنده حتى شي هدف، بل يتمنى على الله الاماني، غير كيتمنى. بمعنى خصنا حنا تعاود تزرع فينا واحد الروح ديال بعدا الصدق، وراه غيتكلم على الصدق في هذه المنزله. الصدق بعدا شوف اش باغي وخذ وقتك وما تزربش وما تكذب على راسك وما تكذب على حد، شو عاش بغيتي عزقي راسك مزيان. هاد الناس دابا اللي قال ابن القيم كل يعمل على شاكلته، الناس راه جلسات الله وحدات اهداف وانتهى الموضوع وبدات خدامه على ديك الاهداف. فحنا اذا فعلا بغينا نكونوا مريدين لله والدار الاخره خصنا نركزوا ونشوفوا الناس اللي سبقونا حتى حنا ونشوفوا المتخصصين ونشوفوا العلماء الربانيين وكذا، ونكونوا حريصين توكلوا على الله ونشدوا الطريق. وقال لك هذه دير هذه ما ديرهاش، ما تبقاش دير داكشي اللي قال لك راسك. إلا بغيتي توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله تعالى قال سارعوا ففروا إلى الله سابقوا. شوف هذه كاع يعني الفاظ كدل على انك فعلا انت في حلبه، في حلبه سباق، خصك تاهل وتركز وتنطلق فقط بدون مشوشات وبلا ما تشتت عينيك بزاف وما باقيش كتنطلق كتبقى في بلاصتك. فهذا هو كلام خلاصه مثل كذا. قال فكل امرئ يهفو الى ما يحبه، كل واحد راه كيمشي داكشي اللي كيبغي، يهفو كيمشي في هذيك الطريق اللي بغاها، حبها راه مشى فيها، مشى في هذاك الاتجاه. وكل امرئ يصبو الى ما يناسبه، كل واحد تيشوف داكشي اللي يسلكو واللي لقى فيه راحته وبغاه وتشهاه راه صافي تيمشي فيه. ياه هذا هو هذا المعنى. ويقول لك فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له. اذا فاللي بغى الله عز وجل عطيه داكشي اللي خاص اللي بغاه الله سبحانه وتعالى يدير، واللي تيناسب المحبين لله سبحانه وتعالى، فهو يعمل على شاكلة إرادته، وما هو الأليق به والأنسب له. أما الأطباء مسائل طبيعية، الطبيب هو اللي كيعرف شنو، إذا ضرك شي عضو تيكشف عليك وعارف انه قاري المكونات ديال هذاك العضو وشنو اللي كيخصو واش اللي كيمرضو واش اللي كذا، تخصصه هذا. اذا فكل واحد عنده هذا التخصص، وما يمكنش شي واحد يبدا يتلاع على شي تخصص ماشي ديالو، ما يمكنش دابا شي واحد يبدا يهضر في الطب ويبدا يعني يجي عنده شي واحد يقول انت خاص كذا انت مريض كذا ويعطي شي وصفه. ولهذا بزاف ديال الناس للاسف الشديد يعني كتلقاه ولا علاقة له لا بالعود الأعشاب لا بالطيب لا كذا، تلقاه كان ميكانيك ولا كان سيكليس، اش قالت ليه ناضو يبدا في بيته ولا قال لك العشوب وتيبيع الناس ويخلط ويخلط، وما كاينش شي معرفة فعلا في هذا الباب. أي حاجة خصها تخصص، خصها دراسة، خصها تجربة. إذا فالطب راه عنده مسلك ديالو، علم
أصول الفقه عندهم مسلك ديالو، وعلم السلوك أيضا عندهم مسلك ديالو. قال فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالا، البدن من ناحية الصحة والاعتلال صحيح ومريض في لوازم ذلك ومتعلقاته، هذا هو المضمار فين كيجري الطبيب. والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع، تيشوف الأمور كلامك حركات جوارح كذا وتشوف يعني من ناحية الشرعية أشنو جائز أو غير جائز، حرام حلال مستحب مكروه كذا، هذا تخصص. ويقول والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده أو قاطعة عنه ومفسدة لقلبه أو مصححة له. وأما قوله وهي الإجابة لداعي الحقيقة، فالإجابة هي الانقياد والإذعان، والحقيقة عندهم مشاهدة الربوبية، والشريعة التزام العبودية، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده، فالشريعة قيامك بأمره والحقيقة شهودك لوصفه، وداعي الحقيقة هو صحة المعرفة، فإن من عرف الله أحبه ولا بد. هنا فاش كيقول الصوفي باش تفهم فهم صحيح، تقصد به يعني المتخصص في هذا، يعني المتخصص في علم السلوك وعلم الأخلاق، باش نحملوا المحمل الصحيح. ثم بعد ذلك باختصار كلي احنا باش ننزلوا المنزلة اللي بغينا هي منزلة الإرادة. الهروي رحمه الله قسمها ثلاثة ديال الدرجات كما هو الشأن بالنسبة لجميع المنازل. قال الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحة العلم، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحة العلم والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. هذا يوافق من حد الإرادة بأنها مخالفة العادة. إذن أول منزلة غيتكلم عليها هو يعني المنهج الهروي رحمه الله في هذا الكتاب، يعني منازل يقول لك مثلا اللي بغى يعني يتمثل ويتخلق بهذه المنزلة ديال الإرادة عنده ثلاثة ديال الدرجات. ها الدرجة الأولى ما يمكنش ينقص الدرجة الثالثة وما عندوش الدرجة الأولى، خصو يحقق الدرجة الأولى عادي يدوز الدرجة الثانية عادي يدوز الدرجة الثالثة. دابا كيتكلم على الدرجة الأولى أشنو هي؟ قال ذهاب عن العادات بصحة العلم والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. ثم غادي نبدا الشرح. قال هذا يوافق من حد الإرادة بأنها مخالفة العادة، ابن القيم كيشرح مخالفة العادة وهي ترك عوائد النفس وشهواتها ورعوناتها وبطالاتها، ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها وهي صحبة العلم ومعانقته، فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه وما ينبغي إيثار تركه، فمن لم يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين ولا عبرة بقطاع الطريق. ثم قال بعضهم ما ترى رأيت الصوفي الفقير يقدح في العلم فاتهم على الإسلام. نقف مع القضية هذه. أول شيء قال إنسان وهو جالس مع صاحبه بغيت تاخذ القرار ديال أنه أش بغى من هذا الوجود ديالو، باش نكون واضح أنا الإخوة، شحال من واحد دابا كيربط
وكيخلط ما بين الإخلاص في العبادة والإخلاص في الدين، مع أن القرآن سورة الإخلاص وآيات كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. غالبية السياقات في القرآن الكريم كيجي الإخلاص مقارن للدين مع الدين. أما الرياء مسألة طارئة، راه ممكن أنت في منظومة الإخلاص وأنت داخل واحد المنظومة ديال أنك تريد الله والدار الآخرة وتوقع في الرياء وكتصحح وكتستغفر وكتوب وأنت غادي، ولكن إذا كان الانطلاقة ديالك ما كانش لله، هنا فين كاين الإشكال. وهذه راه خاصها تتحقق، واش أنت فعلا تريد الله ولا تريد نفسك؟ أنت بين جوج أمور، بين نفسك ونفس الله. ويحذركم الله نفسه، أنت أشنو باغي؟ هذه الانطلاقة هي المهمة. ولهذا علاش الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، علاش ثلاثة الناس منهم يعني عالم قارئ للقرآن منفق ومجاهد؟ هذاك العالم مثلا واش على خط الله تعالى شهد ليه بالعلم، بمعنى راه حياته كلها هو في واحد المنظومة ديال العلم. أنت كتشوف راه كيرا تيدرس كيفتي كيعلم، واش غيكون هذا تيكذب على الناس؟ راه الا حصلوا عليه الكذوب راه مشى، مايمكنش يكون عالم. هذاك سقطت عدالته من، ولهذا فين عنده الاشكال؟ راه عنده الاشكال في الانطلاقه، اش بغى من هذا الشيء. اما الا كانت الانطلاقه صحيحه ولو تكون حياتك كامله فيها الاغلاط، ولكن الانطلاقه صحيحه تريد وجه الله. ولهذا شوف صاحب البطاقه مالو تا هو، صاحب البطاقه غير يوم القيامه كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه غادي تسرح ليه بك الملفات ديالو، يعني على حد البصر، وغادي يوقن انه من الهلكه، ثم بعد ذلك اش غيوقع؟ تيقول لي الله تعالى واش ظلمك شي حد من حفظه؟ تقول لي لا. تيقول لي واش هادشي درتيه ولا كذبوا عليك؟ تقول لي درتو. ايك ما زادوا عليك؟ لا. ايك ما عندك شي حسنه فبهت، ثم بعد ذلك فاش كيحس بانه صافي مشى، الله تبارك وتعالى تيامر الملائكه يجيبوا لي واحد البطاقه. هذيك البطاقه شنو فيها؟ لا اله الا الله، كتحط في الكفه الاخرى فتطيش السجلات وتدخل الجنه. دابا هذا السيد هو امام الله عز وجل كيسولو كيجاوب بصدق، تيقول ليه واش درتي هادشي؟ تيقول لي اه درت. عندك شي واحد يتسحب هذه راه ساهله، راه اي واحد راه غادي يعترف تما، وراه اللي فيه الجحت هنا ما غيعترفش تما. الاخره راه امتداد لاحوالك في الدنيا. اللي في الدنيا ما كيعترفش بالتقصير ديالو وما كيعترفش بذنوبه، وديما هو يبرئ ساحة نفسه وتيخادع والله مطلع على سريرته، هذا راه اشكال. راه تما غادي يبدا يجحو، يتسحب راسو غتسلكو حيت كانت هنا مسلكاه. اما مول البطاقه صادق ومعرقها مع عاصم، ولكن حاجه قاضي الله عز وجل الصدق. درت نعم، ما تهم حتى شي حد، ما قالش هذا اللي دار ليا، ولا كما يعني هذوك اللي غادي يبداو تيلصقوها في كبرائهم ها، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اجى واحد النوع ثاني غادي يلصق في هذا ويلصق في هذا، لا هذا ما لصق في هذا وعد انا درتها هي. والاخر مالو؟ الاخر ما كانش عنده الصدق في الانطلاقه، واخا دخل واحد المنظومه كامله زوينه وديال العلم وديال، ولكن انطلاقته ما كانتش هي هذه. داكشي علاش قلنا قبيله في الاراده حنا ما نزربوش، واش زربنا؟ ناخذ وقتنا، الله الحمد لله عطانا الوقت، حاجه وحده نكونوا صادقين، هي ما نكذبوش على نفوسنا وما نكذبوش على الله، ونتقاها ونفكر اش بغينا؟ اش بغينا من هذه الدنيا؟ حيت شحال واحد راه في الدين، في الدين وكيخدم نفسه وكيتسحب وراه لله. واحد جاتو مقاده وسلكاتو من الناحيه الدنيويه ولقى راسو بخير وتيحترمو الناس ونقيقي مزيان، يعني عجباتو هو، ما تمحصش وما تجتهدش باش يعرف نيت واش هذيك الطريق باغيها ولو يضحي بالغالي والنفيس، ولا حيت سلكاتو مشات معاه صافي وهو يخدم نفسه ولا يشعر وتيتهرى كلشي لله. حتى اليوم القيامة الإنسان يجي وما يلقى والو،
ثم بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. إذا فخص ولاد من علاش كنركزوا على علماء السلوك بزاف؟ هي الانطلاق الإرادة، عرف اش بغيتي وبيصيوب. داكشي باش قال أول شيء قال يعني باش الإنسان فعلا يبدا ينطلق الله سبحانه وتعالى، أول شيء يخالف العادات. حنا شكون اللي حاجبنا باش ما نشوفوش الحقائق ونشوفوش الأمور على حقيقتها؟ هي شهوات النفس، شهوات النفس هي اللي حاجبنا. شر النفس هو اللي مشوش علينا الصورة والرؤية. داكشي باش النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. لأن شكون اللي غيشوش عليك باش ما تشوفش الرؤية واضحة؟ هو النفس. النفس بغات يعني الإنسان كيطيح في الماكلة لربما يعني حتى تيبقى فين يزيد عاد تيوقف. ولو إلى وصل لهذه المرتبة مثلا يعني شوش غيوقع من تفاعلات في الداخل ديالو ومن استرخاء ومن باقي يعني القلب خلاص ما باقي غيتحرك والانسان تيولي باغي ينعس وما باقيش يفكر مزيان تيولي بحال شي به معطل. حنا شكون اللي عطلنا وما بدعناش وما خرجناش الطاقات اللي الله تعالى خلقها لنا في النفوس ديالنا؟ هو اننا كبحنا هذه النفس بالشهوات اللي بغاتها تنقول لها بسم الله بغيتي هذه هاكي، بغيتي هذه هاكي، مع ان الله حذرنا منها وعدو ما ابرئ نفسي ان النفس أمارة بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذا هذه النفس إلى ما بحال ما شديناهاش وكبحناها وحرمناها من شي عادات ما غاديش تطرح لنا الصورة ما غانطلقوش. لأن هذه الشهوات كلها مفسدات القلوب. النوم الكثير شهوة ديال النفس كتفسد القلب، كثرة الضحك ايضا تفسد القلب من الشهوات، كثره الاكل، فضول الكلام وما الى ذلك من الشهوات اللي الانسان ما تينتبهش لها. قلت له فعلا مركز ما يدخلش على راسه الحرام وكذا، ولكن هذه امور ايضا من قطاع الطريق، كتقطع لك الطريق. وعلى الاقل حتى لما تحطيش في محرم كتحجبك وكتعطلك، ما كتخليكش تنطلق الى الله سبحانه وتعالى بالشكل اللي بغى الله سبحانه وتعالى. داكشي باش ابن القيم اول حاجه فاش تكلم اول شيء بعدا نفارقوا العادات. اول شيء قال ذهاب عن العادات، ولكن شوف بصحه العلم باش ما نطيحوش عاوتاني داكشي اللي طاحوا فيه بعض الزهاد الذين يعني فرضوا على انفسهم رهبانيه ما كتبها الله عليهم. كتلقى بعض الناس وصل لواحد الدرجه عاوتاني ما حرم كل شيء وهام في الجبال. كاين اللي تذكر انه كان تياكل حمصه وتلبسوا الصوف لربما يعني اختلفوا العلماء منين جات كلمه صوفي. كاين اللي قال انهم صافي هما تاخذوا باش ما يلبسوش شي حاجه مريحه ورطبه هاتي ديال الصوف. والماكله يعني واحد الشده واحد تقشف كبير جدا يعني تركوا بزاف ديال الامور اللي حلال لهم الله، بل تركوا الزواج، تركوا المخالطات، تركوا صافي العزله، الغيران، انتهينا. هذا عاوتاني لم ما صاحبوش العلم. حنا كنتكلموا على الاراده ومفارقه العادات بصحه العلم، وانت غادي مع السنه النبويه. ما تفارقهاش ولو حدوى القده، مشي مع السنه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش كان غادي الامور عنه. وشوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صفوة الخلق كيفاش تعاملوا مع النفس وكيفاش ساسوا أنفسهم. أما لمشى العلم والإنسان اللي تيدير داكشي اللي قال ليه راسو واللي جاب ليه الأحوال ديالو واللي لقى فيها راحته وبالذوق ديالو وهاد الأمور اللي الشطحات اللي تميزات بها الصوفية، لا. العلم قال الله، قال رسول الله، الصحابة، التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على منهجهم، على ضربهم، ولكن بصدق، ماشي تشدي داكشي اللي سلك من المنهج ديالهم، وتبدا كتنتقي، لا. ثم قال، يعني ذهاب عن العادات بصحة العلم. ولهذا يعني
لقينا اللي لقيتو كي كيزهد في العلم الشرعي هذا يتهم. هنا هنا يعني كلام كبير كاع، قال بعضهم متى رايت الصوفي الفقير يقدح في العلم فاتهمه على الاسلام، يعني تا الاسلام تهمه، لان العلم هذا شي حاجه اللي ما كتفارقش في حال من الاحوال، وما يمكنش الانسان يشوف الا بالعلم، ما يمكنش يشوف. اما الطوائف اللي غلت وقالت احنا ما محتاجينش كاع هذاك العلم، هذاك علم الظاهر والاشكال، احنا عندنا علم ديالنا، عندنا احوال ديالنا، خلي هذاك الشيء دوك الناس قالوا احنا وتي يعني اخترعوا العبادات داك الشيء اللي قال لهم دماغهم والطقوسات اللي حبوها وارتاحوا فيها وما عندهمش فيها شي دليل على السلف. هنا لا، السالك الى الله حقيقة ما يتفرقش على العلم الشرعي واقوال الصحابة والسلف القرون الاولى ما يتفكش عليها، هما ما ضربوش عليه التمرة وانت ما عرفتيش تحطوه في بلاصتو فكيشدوه النيت تيغيزوه وتحاسب عليه انت وما يترحموش عليه حتى الطعام، وبالعكس زربانين عين تتودع خلاص يطيروا على دوك الريال وانت يعني الغبن، والله يعني الغبن. واش اي منطقه فيها ناس فتح عليهم الله تعالى، اي منطقه ماشي هنا فين ما مشيتي، بمعنى الا الناس تكتلات وتعاونات ولا تنظن انا ما يبقاش هاد المظاهر هادو تشوفهم ما يبقاوش الا المحترفين، هادوك راه غيبانوا ديك الساعه غيولي المحترف باين انت زويدي بغيت تاكل وتشرب سير كل شيء، واللي احترف غيبان، اللي ما بغاش يمشي تما بغا واعي يبقى يطلب هذاك المحترف، ديك الساعه غتولي معاه امور اخرى. بغينا فعلا نرقاو بلادنا وبسكاننا وكذا ونمشيو في واحد الاتجاه صحيح. اذا ف انا منين خرجت هذا الكلام خرجت لي من القضيه ديال اش شكون يقول لي منين خرجنا لهذا الهضره هذه، نعرفوا شدي معايا الخط ولا ابو بكر الصديق؟ ها الله يرضي عليك جزاك الله خيرا. جبنا من ابو بكر الصديق من تصور قضيه استحضار الرفقه الصالحه، خرجت لقيتي عمر رضي الله عنه حتى انا ايوا تصور راسك اش غادي انت وياه وفين غتمشي وكذا استحضروا معاه. ولهذا يعني من صراحه خصوصا في هذا الزمان مزيان نرجعوا للتراجم ديال الصحابه رضي الله عنهم ونعلموها لاولادنا ونعيشوا بها ونبقاو نذكروها وتولي ثقافه تفشى بنا حب الصحابه رضي الله عنهم في وليداتنا في نفوسنا، وماشي تبقى على كلام يعني حتى الصحابه ما نبقاوش نقراو ترجمتهم باش نعرفوها ونستعبدوا العضلات ديال المعلومات ونقول لك انا ما نتاش عارف انا راه عارف على عمر كذا كذا، فلا باش نتاملوا في هذيك السيره ونشوفوا هذو رضي الله عنهم كي كانوا في الجاهليه فاش سلموا كي ولاو كيفاش الصدق اللي كان فيهم والشجاعه اللي كانت فيهم وحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان فيهم، غريب هذاك الشيء والله الا غريب. ونتاسوا بهم الرفقه هي هذه الرفقه هي هذه. اذا قلنا فاش ذكر خلع كل شاغل من الاخوان قال ترك الموانع والقواطع العائقة عن السلوك من صحبة الأغيار. أنا بغي يقول لي اللي ما مسلككش في هذاك الطريق ما تترافقش معاه، ياك في الدنيا تنديرو ولا لا؟ دابا في الدنيا في البيع والشراء واش اللي ما مسلكني غنبقى خاشي أنا شاد ومعنبو؟ نهضرو بأمور ديال الدنيا، خدام كتبيع شي واحد في عين عين معرقلك معاه تدير خسارة غتبقى زعما شادو مصاحب معاه ولا غادي تقول لي اسمح لي هذا فراق بيني وبيني انت من جهه وانا من جهه اسمح لي. شوف تصور انت باش واحد مشارك معاه والصفقه ترجع على الله بسبابه واش غتبقى معاه؟ غتقول لي اسمح لي شوف انا ما سميتكش وانا هكا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لا في الشيء في الطريق الى الله عز وجل واحد ما سلككش ما معناه تورطك في الغيبه فيما تلقى الغيبه اول حاجه تنفسوا بها الغيبه ما مسلكنيش هذا هذا غنهرب منه فرار من الاسد فر منه هذا بحال شي مجدوم. انا دابا تنتصح لها وكتلقى اخر ما شاء الله كذا كذا ويقدر يدير لك واحد الخطه بحال شي فخ تيبني لك تطيح في الغيبه راه شوف ما غاديش يجيك نيشان يقول لك اجي نغتاب واحد الشيه اجي ناكلوا الجيفه غيقول لك هكا هو لا تقول لك اجي الدعوه هذه تبدا هو بشي امور اللي انت يا نروح الدعوه يا الله راه مزق اللحم هذا الطالب وهذا الفقيه وهذا هذا صافي وكتبداو تاكلوا في اللحم ديال عباد الله هذا واش يخدم ليك؟
هذا مزيان الطرف ما يمشي معك في الطريق، غير عرقلك، غير عوقك، غير يدمرك. والله أيها الإخوة، الغيبة تدمر الحسنات بحال القنابل العنقودية. صافي الإنسان، شوف أنت صافية رضي الله عنها، ها أش قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لي حسبك من صافية، ودات عائشة إشارة بيديها، قال لي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لا أنت لا، وما قالش كلمة بعد يا ردات عائشة، قال لي لا، قلتي واحد كلمة لا تخلطات بالبحر، تخنزوا. والبحر شنو هو البحر؟ في الكرة الأرضية عمرنا تصورنا شنو هو البحر؟ البحر 3/4 من الكرة الأرضية، الربع بر، و3/4 ماء وبحر ومحيطات، بلا ما نهضروا على العمق. العمق راه الغواصات المتقدمة الآن تتوصل لواحد واحد المستوى وكتطلع ما بقاش تقدر تهبط، الضغط يعني واحد ملكوت الله سبحانه وتعالى غريب. كلمة تخنز العجب العجاب، وكتلقى الإنسان شاد مجلس جوج سوايع ديال الغيبة. اش بقى من إيمان من دين من يقولك أنا بغيت الله؟ سير عشم، اش بغيتي أنت زويتي؟ راه مصيبة والله يا أخويا، مصيبة عظمى. الإنسان راه ما عارفش راه حنا هي غادي، واش اللي غيورطك في هاد الكوارث؟ اش بينكم وبينه أخويا؟ اش بينكم وبينه؟ لا علاقة. هادو هما اللي قلنا قطع الطريق، هذا بعد شويه تيكريسي فيك. اش بغيتي تتلاقى معاه؟ لا هما راه ابن القيم راه عارف اش يقول، والناس كانوا عارفين اش يديروا، فما كيتغروش بالمظاهر وبالدعاوى وبالامنيات. لا كنشوفوا هذا فعلا واش كيعظم شعائر الله، واش فعلا اللي شاف الغيبته شمئز، ولا تا هو بالزربه يتلاه معاك ومشي الهوى سوا. اذا فقال لك شوف، خلعوا كل شاغل من الاخوان ومشتت من الاوطان. ومني قال صحبه الاغيار، يعني ما معنى الاغيار؟ شي حاجه اللي ما مراكباش معاك، شي حاجه مغايره عليك انت في شكل هو في شكل، ما ملاقينش في طريق الله. هادشي كنهضر في طريق الله ما ملاقينش. اذا هذا قدرتي ما تنصح نصح، وثم بعد ذلك قول لي اسمح لي. ثم قال والتعلق بالاوطان التي الف فيها البطاله والنذاله. مثلا شي انسان كتلقاه ساكن في شي بلاصه وفيها المعاصي وفيها يعني هو ارتكب فيها امور وبقى مرتبط بهذيك الارض، ما خداماش ليه، غتعيقو فيها ناس غيعيقوه، فيها امور خصهم ما يبقاش فيها. ولهذا شوف هذاك الكتائب اللي قتل 99 نفس ومشى عند هذاك بغا عابد بغا يستفتيه، فقال ليه انت ما عندك كاع مشيتي فيها وكمل بين 100. فاش مشى عند العالم اش قال ليه؟ قال لي انت كاينش اللي زد عليك باب التوبه، ولكن حاجه ما تبقاش في هذيك البلاد. واش هذا كون قلبو تعلق بهذاك الوطن غينجا؟ كون قلبو تعلق بهذيك البلاد، واه بلادي وتزدت فيها ولفتها وكي غندير؟ انا غنبقى فيها وغنصبر. لا، مع قال لي خوي خوا مشى تمات في الطريق واختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بشوية، صدق من أهل الجنة حيث ما تردد شافي مشى. إذا فأيضا أي واحد شي بلاصة اللي ما مسلكهاش العبادة نديها. مثلا أنا كاري كاع شي دار وعندي مشاكل تما، ما الدين ما استقامش ليا، ما قدرتش نتدين مزيان ونعبد الله بالشكل المطلوب، نبدل ما فيها حتى إشكال. الحمد لله أرض الله واسعة، نمشي لبلاصة اللي تريحني ونعبد فيها الله وأنا مطمئن. ولهذا شوف لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الحبشة الأولى والثانية وثم الهجرة من مكة إلى المدينة. من الصحابة تأذوا وتعذبوا، يعني بلال معروف عليه العذاب اللي داز عليه، وخباب بن الأراد، وآل ياسر عمار وياسر وسمية، وزنيرة اللي تقبوا لها العينين، الصحابة عبد الله بن مسعود غيرهم، الناس تأذوا وتعذبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم قال لهم سيروا الحبشة راه فيها النجاشي ملك عادل، راه تما غتعبدوا الله بخاطركم، غتعبدوا الله بخاطركم، مابقاوش مفتونين. وهاجروا خلاو البلاد، مع ان البلاد راه شي حاجه راه كبروا فيها، يعني تحت سمائها وفوق ارضها وتنفسوا هواءها، ومع ذلك لا، امر فاش يتعلق بالدين تيبقاش. اذا هذا هو اللي قصد به قضيه التعلق بالاوطان.
التي ألف فيها البطالة والنذالة، فليس على المريد الصادق أضر من عشرائه ووطنه وقاطعين له عن سيره. إذلك ما كاينش شي حاجة اللي كضر السائرين الله أكثر من هاد الجوج هادو اللي هما الناس اللي معاشرهم وكيعيقوك مخلينكش تمشي، يورطوك في الغيبة، يورطوك في هادي، المهم ما يخلوكش تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى، والمكان أيضا اللي ما كترتاحش فيه أنت باغي تعبد الله سبحانه وتعالى. إذن نرجو من الله سبحانه وتعالى باش ما يكونش حنا كنتكلموا وكنطروا هذا، يكون هذا الكلام على الأقل الإنسان ياخذ بعين الاعتبار ويجلس ويفكر كما قلنا قبيل، ياخذ وقته ويفكر فعلا واش هو بغى الله سبحانه وتعالى ولا بغى يخدم نفسه، حقق هذه واستعمل الله سبحانه وتعالى وانطلق، وتبدا الإنسان يخالف كما قلنا الشهوات المألوفة باش يحاول يفجر الطاقات اللي دار فيها الله سبحانه وتعالى في النفس. راه الله تعالى خلق في النفس راه فيها طاقات كبيرة، هاي حنا كنحينا ومبنجينها بالشهوات. على ما هاد العظماء اللي وصلوا ما وصلوا إليه؟ راه باش هاد مخالفهم الشهوات. كتلقى يعني العبقريين والفلاسفة والأطباء والناس اللي وصلوا ما عارفين وصلوا، ها نيوتن ها واتسون ها هادو خلاص العلماء اللي يعني برزوا في الفلك وفي الطب، راه الناس ما كانوش عاديين بحالنا هكا يسرطوا وينعسوا ويضحكوا النشاط والزرور. قلت له تحت الحولي، قلت له شي قلت له المرفق قال لي والله يحكي لي واحد بحال كنت يفتخر شوف حنا كي دايرين يلا واش حنا ولا دابا شنو حنا هذا بغى يكون عبقري او خايف غادي يبقى يزرد مسكين تيه موش النار الكوليسترول ولا شي جلطه او يهزو صافي. هاد الناس اللي كنا كنتكلموا عليهم اللي فسحوا المجال للنفس تبدع وتعطي، راه الناس واخا تلقى كافر كيقول ايه لابد القياس يشرب على قد القياس كي تلقى الرياضه تلقى ما تينعش بزاف داكشي باش النفس بقات خرجات وعطات ودعات ومشات بعيد. اذا فحنا العادات اللي خارجه علينا وحابسانا ما نفجروش الطاقات ديالنا نكرحوها نقصوا عليها شي شويه نقولها تبتي مزقي شويه خلينا نديروا شي حاجه في الدنيا نبصموا حتى حنا واحد البصمه اللي نستافدوا منها ويستافد منها الوطن ديالنا والامه الاسلاميه اجمعين. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.